السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتناول صحيح امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي لمادة الرياضيات دورة يونيو 2016 لجهة فاس مكناست. تمارين الامتحان هي على الشكل الآتي: التمرين الأول يتعلق بالمعادلات والمتراجحات ونظمة معادلتين، التمرين الثاني يهم الإحصاء، التمرين الثالث المعلم في المستوى ومعادلة مستقيم، التمرين الرابع الإزاحة، التمرين الخامس الدالة الخطية والدالة التآلفية، والتمرين السادس الهندسة الفضائية. بالنسبة للتمرين الأول، السؤال الأول: حل المعادلتين التاليتين. ألف: المعادلة 5 عامل x زائد 1 تساوي 2 x ناقص 3. سؤال ب: 2 x ناقص 1 كل أس 2 ناقص 9 تساوي 0. ثم السؤال الثاني: حل المتراجحة 4 عامل x ناقص 3 أصغر أو تساوي 2 x زائد 1. سؤال 3: سنحل جبريا هذه النظمة. ثم في سؤال ب هناك مسألة سنتطرق لها. إذن بالنسبة لحل التمرين الأول، سنحل المعادلة 5 عامل x زائد 1 تساوي 2 x ناقص 3. هذه المعادلة تعني أن 5 x زائد 5 قمنا بالنشر تساوي 2 x ناقص 3، يعني أن سنحول العدد 2 x إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة. إذن 5 x ناقص 2 x تساوي، كذلك نحول 5 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة تعطينا ناقص 5 ناقص 3، ومنه 5x ناقص 2x هي 3x، ناقص 5 ناقص 3 تساوي ناقص 8، إذن x يساوي ناقص 8 على 3، وبالتالي المعادلة تقبل حلا وحيدا هو x يساوي ناقص 8 على 3. المعادلة الثانية: لدينا 2x ناقص 1 كل أس 2 ناقص 9 يساوي 0. هنا نلاحظ بأن العدد 9 يمكن أن يكتب على شكل 3 أس 2، وبالتالي المعادلة شكل المعادلة يصبح على شكل متطابقة هامة، يعني تكتب على شكل 2x ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 3 أس 2 تساوي 0. وهنا نعلم بأن المتطابقة الهامة أ أس 2 ناقص ب أس 2 تساوي أ ناقص ب عميل أ زائد ب، وبالتالي فالمعادلة تكتب 2x ناقص 1 ناقص 3 في 2x ناقص 1 زائد 3 تساوي 0، يعني 2x ناقص 4 في 2x زائد 2 تساوي 0. جذاء عددين منعدم يعني أن أحدهما منعدم، وبالتالي هذه العلاقة تكافئ أن 2x زائد 2 تساوي 0 أو 2x ناقص 4 تساوي 0. معادلة من الدرجة الأولى، يعني أن x يساوي ناقص 1 أو x يساوي 2، وبالتالي المعادلة تقبل حلين هما 2 وناقص 1. لنحل الآن المتراجحة 4 عامل x ناقص 3 أصغر أو تساوي 2 x زائد 1. هذا يعني أن بعد النشر 4 x ناقص 12 أصغر أو تساوي 2 x زائد 1. نفس الطريقة نحول 2 x إلى الطرف الآخر و 12 ناقص 12 إلى الطرف الآخر، فنحصل على 4 x ناقص 2 x يعني مع تغيير الإشارة أصغر أو تساوي 12 زائد 1، ومنه 2 x أصغر أو تساوي 13، يعني أن x أصغر أو يساوي 13 على 2. وبالتالي فحلول المتراجحة هي مجموعة الأعداد الأصغر من أو تساوي 13 على 2. السؤال الثالث: لنحل النظمة نظمة معادلتين بمجهولين، 3x زائد 5y تساوي 30 و 5x زائد 3y تساوي 34. هنا سنستعمل طريقة التأليف الخطية من أجل حل هذه المعادلة. نضرب طرفي المعادلة الأولى، يعني هذه المعادلة، في المعامل ناقص 5. هنا سنحاول أن نقصي المجهول x. نضرب المعادلة الأولى في ناقص 5
وطرفي المعادلة الثانية في المعامل 3. إذن بهذا الشكل فنحصل على ناقص 15 x ناقص 25 y تساوي ناقص 150، لأن ناقص 5 في 30 هي ناقص 150. بالنسبة للمعادلة الثانية 3 في 5 15، إذن 3 في 5 x هي 15 x، ثم 3 في 3 y هي 9 y، 3 في 34 هي 102. إذا حصلنا على النظمة نجمع المعادلتين طرف بطرف، يعني سنجمع المعادلتين ناقص 15x ناقص 25y زائد 15x زائد 9y تساوي، إذن سنجمع هذين الطرفين ناقص 150 زائد 102 ناقص 15x و 15x عددين متقابلين، إذن يبقى ناقص 25y زائد 9y يعني ناقص 16y تساوي ناقص 48، وبالتالي y يساوي ناقص 48 على ناقص 16 يساوي العدد 3. حصلنا على قيمة العدد y، يكفي أن نعوض y بقيمته 3 في إحدى المعادلتين. سأعوض هنا في المعادلة 3x زائد 5y تساوي 30 لإيجاد قيمة x، فنحصل على 3x زائد 5 في 3 تساوي، إذن هي 3x زائد 15 تساوي 30، يعني أن 3x تساوي 30 ناقص 15 يعني هي 15، وبالتالي x يساوي 15 على 3 يساوي 5، ومنه النظمة تقبل حلا واحدا هو الزوج 5 3. الآن سنتطرق إلى المسألة. في المسألة لدينا اشترى أحمد 6 دفاتر وعشر أقلام بما مجموعه 60 درهما، واشترى لأخته 10 دفاتر وست أقلام بمقدره 68 درهما. هنا الدفاتر والأقلام من نفس الصنف يعني نفس الثمن. ما هو ثمن الدفتر الواحد وثمن القلم الواحد؟ لحل هذه المسألة سنتبع الخطوات التالية، وهي خطوات منهجية في حل مسألة من هذا النوع. أولا اختيار مجهولين، ليكون x ثمن الدفتر الواحد و y ثمن القلم الواحد. صيغة الندمة، كلفة مشتريات أحمد هي، بما أن أحمد اشترى 6 دفاتر فثمن الدفاتر كلها هو 6 في x، 6 في ثمن كل دفتر، زائد أنه اشترى 10 أقلام، إذن 10 في ثمن كل قلم، إذن هذه هي تكلفة مشتريات أحمد، وهذه التكلفة تساوي 60 درهم، إذن نحصل على 6x زائد 10y تساوي 60. بالنسبة لكلفة مشتريات أخته، اشترى لأخته 10 دفاتر، إذن 10 في ثمن كل دفتر، وكذلك 6 أقلام، يعني 6 في ثمن كل قلم. هذه المشتريات قدرت ب 68 درهما، وبالتالي نحصل على المعادلة الثانية 10x زائد 6y تساوي 68. إذا حصلنا على نظمة معادلتين بمجهولين. الآن سنقوم بحل هذه النظمة. نضرب طرفي المعادلة الأولى في المعامل ناقص 10 وطرفي المعادلة الثانية في 6. هنا سنقوم بطريقة التأليف الخطية لحل هذه النظمة. سنقسم المجهول x لنحصل فقط على المجهول y. إذا المعادلة الأولى تضرب في ناقص 10 والمعادلة الثانية في 6، فنحصل على ناقص 60x ناقص 100y تساوي ناقص 600، ثم 60x زائد 36y تساوي 408. نجمع كما سبق طرفي المعادلتين معا، إذن ناقص 60x زائد 60x عددين متقابلين نجمعهم منعادين، ثم ناقص 100y زائد 36y هي ناقص 64y تساوي ناقص 600 زائد 408 هي ناقص 192، ومنه y يساوي ناقص 192 على ناقص 64 يساوي 3.
الآن سنبحث عن x، إذن سنعيد نفس العملية ولكن بحذف المجهول y. نضرب طرفي المعادلة الأولى في المعامل ناقص 6 وطرفي المعادلة الثانية في 10. لاحظوا هنا، فنحصل على ناقص 36 x ناقص 60 y تساوي ناقص 360، و 100 x زائد 60 y تساوي 680. نجمع المعادلتين معا طرف بطرف، فنحصل على ناقص 36 x ناقص 60 y زائد 100 x زائد 60 y تساوي ناقص 360 زائد 680. نختزل ب 60 y وناقص 60 y، فيبقى لنا 100 x ناقص 36 x يعني 64 x تساوي هذا المجموع 680 ناقص 360 هو 320. إذا المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد هو x، x يساوي 320 على 64 يساوي 5. إذا حصلنا على قيمة x 5 وقيمة y هي 3. الآن لنتحقق من أن هذا الزوج هو حل للنظمة، فعلا سيكون حل واحد. إذن سنعوض 6 في 5 زائد 10 في 3 فعلا تعطينا 60، و 10 في 5 زائد 6 في 3 تساوي 68. إذن الزوج 5 3 هو حل للنظمة. الرجوع إلى المسألة، إذن يمكن أن نقول بأن ثمن الدفتر الواحد هو 5 دراهم وثمن القلم الواحد هو 3 دراهم. التمرين الثاني يتعلق بالإحصاء. في إحدى الثانويات الإعدادية أجريت دراسة إحصائية حول ساعات الدعم المنجزة من طرف أساتذة المواد العلمية خلال شهر ماي من السنة الدراسية، وأعطت النتائج التالية. قيم الميزة كما نرى 0 3 4 5 6 وهي عدد الساعات. الحصيص وهو عدد الأساتذة 1 5 4 6 و 4. في هذا التمرين سوف نجيب على هذه الأسئلة. نحدد المنوال المتسلسلة الإحصائية، ثم القيمة الوسطية، ثم معدل الساعات يعني المعدل الحسابي. بالنسبة للسؤال الأول، المنوال. كتذكير، المنوال هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. في الجدول أكبر حصيص لدينا هو 6، إذن الميزة الموافقة هي 5، وبالتالي المنوال هو 5. بالنسبة للقيمة الوسطية، القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية هي قيمة الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي. إذن سنضيف خانة للحصيص المتراكم. حصيص المتراكم لدينا هنا 1، 1 زائد 5 6، 6 زائد 4 10، 10 زائد 6 16، 16 زائد 4 هي 20. نصف الحصيص الإجمالي، الحصيص الإجمالي هو 20 ونصفه هو 10. نلاحظ أن نصف الحصيص الإجمالي يوجد بين الحصيصات المتراكمة وهو هنا 10. إذن أصغر قيم الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر من أو تساوي 10، هنا أكبر أو تساوي، إذن هناك إمكانية التساوي. سنأخذ تساوي 10 هي الميزة 4، إذن القيمة الوسطية هي 4 في هذه الحالة. الآن سنبحث عن معدل ساعات الدعم أو المعدل الحسابي بالصيغة الرياضية. كتعريف، المعدل الحسابي X بار لمتسلسلة إحصائية هو خارج مجموعات جداءات قيم الميزة والحصيصات الموافقة لها على الحصيص الإجمالي. إذا لو عدنا إلى الجدول، ف X بار هو 0 في 1 زائد 3 في 5 زائد 4 في 4 زائد 5 في 6 زائد 6 في 4 الكل على 20، وهي هذه القيمة تعطينا 4.25.
التمرين الثالث يتعلق بالهندسة في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي جي، لدينا النقاط المعرفة بإحداثياتها A و B و C. سنحدد زوج إحداثيات المتجهة C، ثم نبحث عن زوج إحداثيات نقطة D تحقق هذه العلاقة AD تساوي A بزايد AC. ثم سنبين بأن هذه النقطة K هي منتصف القطاع AC. ثم في السؤال الثاني سوف نحدد المعادلة المختصرة للمستقيم AC. ثم المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا المار من B والموازي للمستقيم AC. ثم المعادلة المختصرة لواسط القطاع AC. بالنسبة للسؤال الأول، لنحدد زوج إحداثيتي المتجهة AC، علما أن إحداثيات A هي 2 1 و C ناقص 1 3 و B 5 5. نعلم أن إحداثيات المتجهة AC تكتب على الشكل التالي: XC ناقص XA و YC ناقص YA. إذن كتطبيق عددي، فإحداثيات المتجهة AC هي ناقص 1 ناقص 2 و 3 ناقص 1 يعني ناقص 3 2. لنحدد زوج إحداثيتي النقطة D بحيث المتجهة AD تساوي المتجهة AB زائد المتجهة AC. هنا المجهول هو زوج إحداثيات المتجهة D، نسمي زوج إحداثيات XD YD، حيث XD هو الأفصول وYD هو الأرتوب. حسب ما سبق لدينا زوج إحداثيات المتجهة AC وناقص 3 2، وبنفس الطريقة زوج إحداثيات المتجهة AB هو 3 4. نجمع الإحداثيتين معا، زوج الإحداثيات، لنبحث لتحديد إحداثيات المتجهة AB زائد AC، إذا الأفصول زائد الأفصول والأرتوب زائد الأرتوب، يعني 3 زائد ناقص 3 و 4 زائد 2، فنحصل على إحداثيات المتجهة AB زائد المتجهة AC هو 0 6. من جهة أخرى لدينا إحداثيات المتجهة AD، زوج إحداثيات المتجهة AD XD ناقص XA يعني هو XD ناقص 2 و YD ناقص YA يعني YD ناقص 1، لأن زوج إحداثيات المتجهة A هو هنا 2 1. العلاقة نجمة، ها هي العلاقة نجمة، هي AD تساوي AB زائد AC، تعني تساوي الإحداثيات كذلك. إحداثيات المتجهة AD هي XD ناقص 2 و YD ناقص 1، وإحداثيات المتجهة AB زائد AC هو 0 6. إذن الأفصولين متساويين والأرتوبين متساويين، يعني أن XD ناقص 2 يساوي 0 و YD ناقص 1 يساوي 6، ومنه نحصل على أن XD يساوي 2 و YD يساوي 7. ثانيا، لنتحقق أن المعادلة Y تساوي ناقص 2 على 3 X زائد 7 على 3 هي المعادلة المختصرة للمستقيم AC، لدينا ميل المستقيم AC هو العدد A يساوي YC ناقص YA على XC ناقص XA، شريطة أن XC يخالف XA. بصيغة أخرى نقول بأن المستقيم AC لا يوازي محور الأراتي، وفي هذه الحالة لدينا فعلا XC تخالف XA. إذن بالتعويض نجد أن A يساوي ناقص 2 على 3، وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم AC تكتب على الشكل Y تساوي ناقص AX زائد B. A هي ناقص 2 على 3 يعني ناقص 2 على 3 X زائد B، حيث B عدد حقيقي هو الأرتوب عند الأصل. الآن من أجل تحديد B نعلم أن A أو C نقطة من المستقيم AC، نأخذ مثلا A، A ذات إحداثيات 2 1 تنتمي إلى AC، إذن فزوج إحداثياتها يحقق المعادلة، ومنه فإن سنعوض Y ب 2، نعوض عفوا Y ب 1، إذن فنحصل على 1 يساوي ناقص 2 على 3 في X تساوي 2 زائد B،
تساوي ناقص 4 على 3 زائد بي، يعني أن العدد بي هو 1 زائد 4 على 3 يساوي 7 على 3، وبالتالي فإن المعادلة المختصرة للمستقيم AC هي y تساوي ناقص 2 على 3 x زائد 7 على 3. ثالثا ألف، لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا المار من بي والموازي لأس. بما أن المستقيم دلتا يوازي أس فإن لهما نفس الميل لأن المستقيمان متوازيان، وبالتالي ميلهما هو ناقص 2 على 3. ومنه معادلة المستقيم دلتا تكتب على الشكل y تساوي ناقص 2 على 3 x زائد b، حيث b عدد حقيقي. كما سبق من جهة أخرى نعلم أن النقطة b تنتمي إلى دلتا، إذن زوج إحداثياتها يحقق المعادلة، ومنه لدينا إحداثية b هي 5 5، إذن سنعوض 5 تساوي ناقص 2 على 3 في 5 زائد b، فنحصل على القيمة العددية التالية ب تساوي 5 زائد 10 على 3 تساوي 25 على 3، وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا هي y تساوي ناقص 2 على 3 x زائد 25 على 3. ثم سؤال ب، لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا فتحة وسط القطعة AC. لدينا دلتا فتحة عمودي على المستقيم AC ومار من K ذات الإحداثيات 1 على 2 2 هي منتصف القطعة AC. إذن ليكون أبريم ميل أو أفتحة ميل المستقيم دلتا فتحة. بما أن دلتا فتحة عمودي على AC فنعلم بأن جداء الميلين يساوي ناقص 1، ونعلم أن A قيمتها هي ناقص 2 على 3، وبالتالي ناقص 2 على 3 في أفتحة تساوي ناقص 1، ومنه أفتحة تساوي 3 على 2. إذن معادلة المستقيم دلتا فتحة تكتب على الشكل y تساوي 3 على 2 x زائد b فتحة، عدد مجهول نبحث عنه. من جهة أخرى زوج إحداثيتي النقطة K، نقطة K ذات الإحداثيات 1 على 2 2 هي منتصف القطعة AC، تحقق المعادلة لأن المستقيم يمر من K. نعوض فنحصل على 2 تساوي 3 على 2 في 1 على 2 زائد B فتحة، لنحصل في الأخير على أن B فتحة تساوي 2 ناقص 3 على 4 تساوي 5 على 4، وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا فتحة هي يك الشكل التالي y تساوي 3 على 2 x زائد 5 على 4. التمرين الرابع، لتكون L دائرة مركزها O وقطرها BC بحيث BC يساوي 6 سنتيمتر، يعني أن الشعاع هو 3 سنتيمتر، و A نقطة تنتمي إلى دائرة L وتخالف كل من B و C. سنحاول أن ننشئ النقطة D صورة A بالإزاحة D التي تحول B إلى C. الإزاحة التي تحول B إلى C إذن متجهاتها هي BC. في السؤال الثاني سننشئ المستقيم المار من D والموازي للمستقيم OA. هذا المستقيم سيقطع BC في النقطة E، وسنبين بأن E هي صورة O بالإزاحة T، ثم ختاما سنحدد صورة الدائرة بالإزاحة T. سوف نتناول بالتفصيل هذه الأسئلة. أولا لننشئ النقطة D صورة A بالإزاحة T التي تحول B إلى C. لدينا حسب الشكل قلنا بأن المتجهة BC تمثل متجهات الإزاحة، إذن هذه الإزاحة التي تحول B إلى C متجهتها هي BC. من أجل إنشاء النقطة D يمكن أن نقول بأن AD تساوي BC كتعريف للإزاحة، وبالتالي فالرباعي
A, B, C, D هو متوازي الأضلاع، ومن هنا يمكننا إنشاء النقطة D. سؤال ثاني، المستقيم المار من D والموازي ل OA يقطع BC في النقطة E. سوف نرى في الشكل. المستقيم المار من ها هي النقطة D، مار من D والموازي ل OA، هذا هو المستقيم OA، إذن يقطع BC في النقطة E. لنبين أن E هي صورة O بالإزاحة T. بصيغة أخرى، ما أن متجهات هذه الإزاحة هي BC، يعني أن يكفي أن نبين بأن OE تساوي BC. إذن أجل ذلك يكفي أن نبين بأن OE تساوي BC. كيف ذلك؟ لدينا الرباعي OADE متوازي الأضلاع. لماذا؟ لأن نعلم بأن أصلا المستقيم DE حسب تعريف يوازي OA. ثم كذلك لدينا AD يوازي BC، وبما أن E تنتمي إلى المستقيم BC فإن المستقيم AD يوازي OE، ومنه فالرباعي هو متوازي الأضلاع. إذن نستنتج بأن OE تساوي AD. هذه العلاقة واحدة. من جهة أخرى لدينا BC تساوي AD، لأن D هي صورة A بإزاحة D. إذن من العلاقة واحد والعلاقة اثنان نستنتج أن OE تساوي AD تساوي BC، يعني أن OE تساوي BC، وهو ما نبحث عنه. لنحدد L بريم، L فتحة صورة دائرة L بالإزاحة T. إذن سوف نرى من شكل لتحديد صورة دائرة، نحدد صورة المركز، ونعلم بأن صورة دائرة بإزاحة لها نفس الشعاع. إذن قلنا نعلم أن صورة الدائرة L بالإزاحة T هي دائرة لنفس الشعاع، ومركزها هو صورة O بالإزاحة T. سبق وأن بينا بأن صورة O بالإزاحة T هي E، إذن مركز دائرة L فتحة صورة L هو E، وبما أن لها نفس الشعاع فشعاعها سيكون هو R يساوي 3. إذن وبالتالي هذه هي صورة الدائرة L. ممكن أن نتناول التمرين بهذا السؤال بشكل آخر. صورة المركز هو النقطة E، وصورة نقطة A من الدائرة هي نقطة D. إذن فالدائرة L فتحة صورة L هي الدائرة التي مركزها E وشعاعها هو ED. التمرين الخامس يتعلق بالدول الخطية والدالة التألفية. لدينا الجدول الآتي. إذن السؤال الأول، F دالة خطية، ألف أنقل في ورقة تحريرك الجدول المقابل وأتمم ملأه، ثم سننشئ التمثيل المبياني للدالة F في معلم متعامد ومنظم. حل التمرين، لدينا F دالة خطية، إذن فتكتب على الشكل F لـ X تساوي AX، حيث A عدد حقيقي. بطبيعة الحال عدد A يساوي F لـ 2 على 2 يساوي 3 على 2، وبالتالي فالصيغة النهائية للدالة هي F لـ X تساوي 3 على 2 X لكل عدد حقيقي X. من أجل البحث عن العدد الذي صورته هي 0، نحل المعادلة F لـ X يساوي 0، يعني 3 على 2 X يساوي 0، وبالتالي فإن X يساوي 0. من أجل تحديد صورة ناقص 4 يكفي أن نعوض ناقص 4 في صيغة الدالة، فنحصل على F لناقص 4 تساوي 3 على 2 في ناقص 4 تساوي ناقص 6، وبالتالي نملأ الجدول على الشكل الآتي كما ترى. منحنى الدالة F، F هي دالة خطية،
إذن فمنحناها هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، وتكفي نقطة أخرى لتحديد تحديد المستقيم. نأخذ نقطة A ذات الإحداثيات 2 3 كما نرى في الشكل التالي. إحداثيات 2 3 هذه النقطة A ويمر من أصل المعلم، نقطة ذات الإحداثيات 0 0، وهذا هو المستقيم منحنى الدالة F. بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالدالة جي، الدالة جي هي دالة تآلفية. مبيانيا صورة العدد ناقص واحد هي العدد واحد، والعدد الذي صورته أربعة عكسيا لدينا الصورة، ونبحث عن العدد الذي صورته هي أربعة، هذا العدد هو واحد. إذا نلاحظ بأن صورة واحد هي أربعة وصورة ناقص واحد هي واحد. الآن لنبين أن ميل المستقيم دي، مستقيم دي هو التمثيل المبياني لمنحنى الدالة جي، هو عبارة عن مستقيم. لنبين أن هذا الميل هو 3 على 2. لدينا A يساوي بصفة عامة F لإكس F لإكس 1 ناقص F لإكس 2 على إكس 1 ناقص إكس 2 لكل إكس 1 وإكس 2 مختلفان. في هذه الحالة سنختار العددين 1 وناقص 1. إذن A يساوي F لـ 1 ناقص F لـ ناقص 1 على 1 ناقص ناقص 1. تطبيق عددي نحصل على 3 على 2. إذن صيغة الدالة جي تكتب على الشكل، بما أنه لدينا A تكتب على الشكل 3 على 2 X زائد العدد B، حيث B عدد حقيقي. لدينا جي لناقص 1 يساوي 1، يعني أن سنعوض X بناقص 1. إذن 3 على 2 في ناقص 1 يعني ناقص 3 على 2 زائد B تساوي 1، ومنه B تساوي 1 زائد 3 على 2 تساوي 5 على 2. وبالتالي فصيغة الدالة جي هي جي إكس تساوي 3 على 2 إكس زائد 5 على 2. التمرين السادس، S A B C D هرم قاعدته مستطيل. انظروا معي هنا قاعدة مستطيل هي A B C D، بحيث SE عمودي على المستوى ABC على هذا المستوى، ولدينا AB يساوي 6 سنتيمترات وAD يساوي 8 سنتيمترات وSE يساوي 10 سنتيمترات. لنبين أن حجم SABCD يساوي 160 سنتيمتر مكعب. هنا إذن ها هو الشكل. لنبين أن حجم المجسم يساوي 160 سنتيمتر مكعب. نعلم أن الحجم يساوي 1 على 3 مساحة القاعدة في الارتفاع، حيث B هي مساحة القاعدة، القاعدة هنا مستطيل. نعلم أن مساحة المستطيل هي الطول في العرض، و H هو SE، وبالتالي فV يساوي 1 على 3 طول 8 في 6 في 10 الذي هو الارتفاع، فنحصل على 160. السؤال الثاني، قمنا بتكبير هذا المجسم، قمنا بتكبير هذا الهرم بنسبة 5 على 2، فسنحسب حجم الهرم الجديد بعد التكبير. لدينا V' مثلا أو V فتحة هو حجم المجسم بعد التكبير. إذا حسب القاعدة فV فتحة يساوي 5 على 2 أس 3 في V، تطبيق عددي فنحصل على 125 على 8 في 160 سنتيمتر مكعب يساوي 2500 سنتيمتر مكعب. الآن سنحاول أن نبرهن على هذه العلاقة ثم نستنتج هذه النتيجة. سنلاحظ هنا في الشكل كيف سنحاول أن نبين بأن SD أس 2 تساوي SE أس 2 زائد 1 على 4 AB أس 2 زائد AD أس 2، ثم سنستنتج قيمة SD. لاحظوا معي بأن المثلث SED هو مثلث قائم الزاوية في E،
لأن قلنا بأن اس اي عمودي على المستوى ABC. ومنه فحسب مبرهنة فيثاغورس في هذا المثلث اس دي اس 2 يساوي اس اي اس 2 زائد اي دي اس 2. من جهة أخرى اي هو منتصف القطعة بي دي، يعني أن اي دي تساوي 1 على 2 بي دي. سنعوض هنا في هذه العلاقة فنحصل على اس دي اس 2 تساوي اس اي اس 2 زائد 1 على 4 بي دي اس 2. إذن من جهة أخرى نعلم بأن هذا المثلث A B D هو مثلث قائم الزاوية في A، وبالتالي ف B D هو الوتر، يعني أن B D أس 2 يساوي A B أس 2 زائد A D أس 2، ونحصل في الأخير على S D أس 2 تساوي S أس 2 زائد 1 على 4 A B أس 2 زائد A D أس 2. بالنسبة للعلاقة SD تساوي 5 في جذر 5 سنتيمتر، يكفي فقط أن نعوض SE و AB و AD بقيمها. لدينا SD أس 2 يساوي 10 أس 2 لأن SE 10، زائد 1 على 4 6 أس 2 زائد 8 أس 2 فنحصل على 125، ومنه SD تساوي جذر مربع 125 لأن SD هي مسافة فجذر مربع سير. إذن تساوي جذر مربع 125 تساوي 5 في جذر 5. وشكرا على انتباهكم.